لحد الان ما جاي لو قاعد لو احنا موجوده قريبه عنكم يعني قاعده بريطانيه تعاملكم بيناتكم كيف غدا لو من جديد نبني ان شاء الله ان شاء الله انا طقيته براسي تعال يا كلام الله والله العظيم يا من تحت حماية خاصة نقلناهم إلى المستشفيات والحمد لله حالتهم وإصاباتهم إصابات بسيطة ومو يعني مو كبيرة والحمد لله احنا تابعنا بحماية المنظومة ونقلناهم للمستشفيات وتم إجراء اللازم من قبل المستشفيات وعدناهم إلى مقراتهم والحمد لله هم يتمتعون بصحة جيدة إن شاء الله.